ديروا لايك باش تدعمونا في القناة، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد الأخبار يوميا. السلام عليكم الخوت. المهم 6 الصباح هذه حنا مازالين في الكوميسارية، كنا غاديين بالطوموبيل، تبعنا صاحبنا لأن معاه المشكل، راكم عارفين شكون هو، ومعاه واحد الشخص واحد آخر ومعاه جوج اللور، تبعونا زيرونا بالطوموبيل، قال لك وقف، وقفنا زيرو الطوموبيل، بغا ينزل النزار يضربو ما خليتوش. المهم بقينا واقفين تلونا حتى جاو البوليس. دابا حنايا في الكوميساريه من 11 ديال الليل حتى 6 الصباح، شو ما هذا الشيء وعيب وعار، واش ما غادي هذا السيد هذا ما يطبقش عليه القانون، ولا ما فهمت انا، ولا ناخذ حقنا بيدينا، ولا بغيتو نوصلوا شي حاجه اللي هي كارثيه. المهم حنايا من 11 حنايا في الكوميساريه حتى 6 ونص، حتى دابا ديال 6 الصباح، من 11 حتى 6 الصباح تابع نزار وموقفنا باغي يضرب نزار، واش كاين السيب ضربو ولا ما فهمتش. دابا انايا واش كاين شي قانون، ولا ناخذ حقنا بيدينا، ولا ما فهمتش. ماروك أخبار، السلام عليكم. علمت هيسبريس من مصادر مطلعة أنه تم إيداع المدعو نزار وهشام الملولي رهن تدابير الحراسة النظرية بمدينة مكناس بعد تورطهما في تبادل الضرب والجرح وإحداث الفوضى بالشارع العام مع 3 أشخاص آخرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء. يشار إلى أن المدعو نزار هو من شخصية يوتيوب وكان متزوجا من ندى حسي، فيما أن هشام الملولي شرطي معزول على خلفية قضائه لعقوبة سجنية إثر الشكاية بالاعتداء الجنسي. وأضافت المصادر ذاتها أن البحث لا يزال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.